أعلن وانطلق على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام الشوط 18 من أشواطنا في هذا الصباح في جديد المنافسة والتحدي والإثارة على أرضية الميدان. شوط يحمل لنا تحديات لبكار أيضا، المسافة 5 كيلومترات، منافسات جميلة، وشوط من أشواط الإنتاج والمنتجين، شوط من أشواط الإنتاج يسير في تحديات جميلة، في منافسات رائعة مع شعارات أبناء القبائل. وفي هذه الفترة الصباحية لنشاهد معكم أيها الإخوة الكرام هذه المشاهد أيضا في من مشاهد التنافس والإثارة مع شعارات أبناء القبائل. شوطنا 18 يسير وشوط يخص الإنتاج. نبدأ مباشرة مع الخمسة المراكز الأولى، نتعرف على صاحبة المركز الأول في هذا الشوط. هذا هو التقدم اللي نشاهده مع الدكتورة القادمة بشعار بن هدفة اللي خذت المركز الأول في هذه اللحظات. سالم بن حمد بن سالم بن هدفة يقدم انطلاقة الدكتورة على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني شعار بن فراج القادم في هذه اللحظات، ونشاهده من خلال هذه الانطلاقة الجميلة اللي خذت المركز الثاني. طب محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج يقدم لنا طب على المركز الثاني، واعتقد انها صاحبة نقطة في المحل الثالث. هذه طب مشاهدين الاعزاء اللي خذت المركز الثاني. المركز الثالث تصل في هذه اللحظات شديدة القادمة بشعار محمد بن هادي بن علي بن حفار المري، يقدم لنا شديدة على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات مع رابع المراكز مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام اللي خذت المركز الرابع. نشاهد التقدم والانطلاق في هذه اللحظات والوصول ايضا من قبل جلمودة بشعار سيف بن جبر بن فيصل الرمزان النعيمي. المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات غزلان عبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة، بدأ يقدم لنا غزلان على المركز الخامس. هذا نداءنا الاول مشاهدين الاعزاء مع الخمسة المراكز. انطلاق والاجمل كوكبة خماسية تتصدر المشهد في هذا الشوط، ولكن هناك ايضا اسماء وشعارات منطلقة حاضرة ومشاركة من اجل الفوز، من اجل الانتصار وتسجيل نقطة صباحية جميلة مع اشواط الانتاج والمنتجين. عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى المركز الاول، الى الصدارة، الى المقدمة. شعار بن هدفة يتقدم مع هذه الانطلاقة الجميلة من خلال هذا التقدم الممتاز اللي نشاهده ونتابعه مع الدكتورة. الدكتورة في مقدمة الشوط سالم بن حمد بن سالم بن هدبة، يلا يا ابو حمد مع هذه الانطلاقة مع الدكتورة في المركز الاول، بينما ثاني المراكز. المركز الثاني نتابع من الجانب الاخر، تابع التقدم اللي غيرت بشعار الفراج. هذه طب مشاهدين الاعزاء غيرت الى مقدمة الشوط. طب مشاهدين الكرام تنطلق بالمركز الاول، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. المركز الثاني شعار بن نايفة بدأ يقدم لنا تحدياته مع غزلان عبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة، يقدم غزلان. المركز الثالث من تراجعت الدكتورة مع المركز الثالث سالم بن حمد بن سالم بن هجفة. المركز الرابع، رابع المراكز المتواجدة جلمودة، ولكن ارصد الظبي القادمة بشعار مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري، يقدم لنا انطلاقة الظبي. المركز الخامس في خامس المراكز نتابع الوصول في هذه اللحظات من احدى الاسماء القادمة، هذه الدانة وصلتكم الدانة في هذه اللحظة، فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، تحمل الرقم واحد وتبغى الرقم واحد. هذه الخمس المراكز، ولكن شوف الاسماء الواصلة، تابع الاسماء القادمة هنا مع هذه الشعارات المزينة لأرضية الميدان. منافسة ولا أجمل في هذا الشوط، منافسة ولا أجمل مع تحديات الإذاعة وأشواط الإنتاج والمنتجين. الناموس بناموسين، عودة إلى شعار بن سفران اللي غير مع الصدارة، انطلقت مع المركز الأول وانطلقت الظبي، الظبي الظبي الظبي، غيرت الأمور لصالحها بشعار بن سفران. مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري بدأ يقدم الظبي على مقدمة الشوط، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. المركز الثاني غزلان بن نايفه
عبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه على المركز الثاني. في ثالث المراكز تواجد من جلموده سيف بن جبر بن فيصل الرمزان النعيمي. المركز الرابع طب شعار الفراج. المركز الخامس خامس المراكز هذه الدانه فهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. هذه النتيجه الخمس المراكز المنطلقه في هذا الشوط. هنا مشاهدينا الاعزاء نسير في تحديات هذا المسار. تناقصت الامتار، الاثاره حضرت، التحديات واضحه من كافه الشعارات المنطلقه في هذا الشوط على مشارف الاعلان مع بوابه الكيلو متر الاخير. الكيلو متر المثير، كيلو ما بعده كيلو ولا الناموس ولا الانتصار يا بن سفران يا راعي الظبي. المنطلق مع المركز الاول مسفر بن علي بن مسفر بن سفران يقدم الظبي على المركز الاول، بينما بن نايفه مع غزلان على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع التواجد من جلموده في المركز الثالث في هذه الانطلاقه الجميله. المركز الرابع شاهد الوصول من بروب سلطان بن سالم بن خجيم العذبه، وصلت على المركز الرابع. المركز الخامس هذه اللي ما يبنى لها طاري القادمه ايضا والمنطلقه بتحدياتها الجميله، وصلت وحيشه جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري يصل في هذه اللحظات مع وحيشه. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن عوده الى مقدمه الشوط. الله 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 الله، جلموده 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 ودعت المراكز، انطلقت الى ناموس هذا الشوط بتحدياتها الجميله. سيف بن جبر بن فيصل الرمزان النعيمي يقدم لنا جلموده على خط البدايه في مركز الصداره. سلام على الاداء الممتاز في اللحظات الاخيره، جلموده مع المركز الاول مع الصداره الاولى مع التحديات الاولى. المركز الثاني خطيره هناك وحيشه، ولكن جلموده مع النعيمي سلام سلام في اللحظات الاخيره في الامتار النهائيه. هنا مشاهدينا الاعزاء جلموده 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 مع الناموس مع الانتصار. تهانينا لسيف بن جبر بن فيصل الرمزان النعيمي على فوز جلموده بالمركز الاول، بينما ثاني المراكز من وصلت وحيشه لجابر بن فهد بن محمد بن زبدان المري المركز الثالث. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام من وصلت هوايل لجبر بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري. المركز الخامس او الرابع، المركز الرابع غزلان لعبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت الظبي لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، اول الخمسه الاسماء الواصله الى خط النهايه. عوده الى جلموده وشعار النعيمي والتوقيت الزمني لحظه الوصول الى خط النهايه. قطعت مسافه الخمسه كيلومترات في فتره زمنيه مقدارها 7 دقائق 40 ثانية بدون اجزاء من الثواني. تهانينا لسيف بن جبر بن فيصل الرمزان النعيمي على فوز جلموده بالمركز الاول، اما ثاني المراكز فوصلت في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء وحيشة بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 40 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا لجابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري على فوز وحيشة بالمركز الثاني. اما ثالث المراكز، المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام هوايل وتوقيتها الزمني 7 دقائق 43 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري.